السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع فيروس كورونا عن العباد إن شاء الله وعن مصرنا الحبيب. اللهم آمين اللهم آمين. النهاردة في أحد من الأصدقاء كنت بكلمه مشترك معايا في القناة امبارح، فلقيته عايز يعرف التأكيل اليدوي، فمش كانش عارف ازاي يعمل السرنجة وازاي يشتري بلف عجلة، و كان عمال يتكلم مع الناس في الجروبات وانا اتكلمت معاه، فقلت له هعمل لك باذن الله فيديو بالتفصيل ازاي تعمل سرنجة للتأكيل اليدوي وازاي تأكل. فهو برضه قلت له عندي رز وكوكتيل اللي بأكله يدوي هوريه لك، فقال لي برضه عايز استرال صغير لان هو هيوكل استرالي. فقلت له حاضر من عينيا وهعمل لك فيديو خاص ليك، اسمه تقريبا علاء الدين اشرف، من الناس المحترمة يعني. فأنا عملت الفيديو تاني ده مخصوص عشانه، وبإذن الله هوريه إزاي يوكل يده وإزاي يعمل السرنجة. زي ما انتوا شايفين كده، دي سرنجة عادية 5 سنتي بجيبها من الصيدلية، وبشتري بلف عجلة. كل الحتة دي اها بلف عجلة بتشتريه من العجلات، عشان هو ما كانش عارف يشتري، بيقول لك اشتري منين ومش عارف ايه، وناس قالت له اشتري من الصيدليه فراشه. تقريبا الفراشه دي اللي هي بتتحط للمرضى اللي لما يكون حد عنده جلوكوز او حاجه. لكن انا صراحه ما بفضلش، لان بلف العجله دي طري ما بيعورش العصفور ورخيص. الحته دي كلها على بعضيها بجيبها بجنيه، وكمان كنت واخد منها الحته دي، يعني دي بتعمل معاك كذا سرنجة، يعني تعمل معاك 3 سرنجات وبجنية كلها، ومنها طرية وما تعورش العصفور في زور ولا حاجة، يعني ما تخوفش. هتجيب انت السرنجة زي كده 5 سنتي من الصيدلية، وهتقطع حتة من البلف العجلة دوه اللي قلنا نشتريه من عند العجلات، عشان هو ما كانش عارف يشتريه منين، من عند العجلات لو بيبقى او اللي بيبقى ادوات العجل يعني او قطع غيارها، ونحط حتة زي كده تطلعها. لو قسناها تلاقيها طول الصابع مثلا او اقل منه بشوية، او لو حتى لو طول الصابع هلا زي ما انتوا شايفين كده طول الصابع، وبنقطعها من هنا ونروح مركبينها زي انتوا ما شايفين كده بالظبط زي طول الصابع، ونروح مركبينها طبعا كده. طبعا انا مركبه وجاهزه، بس انا برضه حبيت اوريه ازاي بنعمل. وبنجيب سريلاك قمح، سريلاك قمح، سريلاك قمح بتاع الاطفال، سريلاك قمح بتاع الاطفال، ما نجيبش فاكهه او اي حاجه لان بيتعب العصفور، فسريلاك القمح كويس ومغذي. واي اي طبعا انا كبيت هنا شويه البودر بتاعه، وحط لهم شويه ميه وهدوبهم. ممكن اي حد عنده اي كوبايه جزاز بتاع اي حاجه يحط فيها ويدوبهم. هروح انا ادوب الميه وارجع لكم. رجعنا لكم تاني بعد ما دوبنا السريلاك بميه دافيه، يعني لا سخنه ولا مسجعه طبعا عشان ما تاذيش العصفوره، تحط فيها ايدك عادي تلاقيها دافيه، وطبعا قوامه لا سميك زي ما انتم شايفين كده، لا سميك قوي ولا ولا ميه قوي. وهنحط كده ونسحب بالسرنجه هنطلع طبعا، هيبقى فيها الهواء، الهواء دي زي ما انتوا شايفين كده، الهواء اللي فوق الحته الفراغ اللي فوق ده اهي لو دخل في الحصى بتاعت العصفور هيزيف، فطبعا لازم نطلع الهواء زي ما تكون بتدي حقنه بشري، لازم نطلع الهواء من السرنجه، يعني دي حاجه معروفه للناس اللي بتدي حقن، يقول لك طلع الهواء من من السرنجه. فاحنا برضو بنطلع الهواء من السرنجة زي ما انتوا شايفين كده تبقى كاملة. وهنبتدي بقى ازاي نأكل بقى، وعايز الاستاذ علاء الدين اشرف
يخلي باله معايا عشان يعرف يؤكل العصافير، والأخوة المشتركين برضو أو من يهم الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين عصفور كوكتيل هيطلع ده حبش في الغالب لأن هو لونه أسود أو رمادي. العصفور دوه هنمسك العصفور بدينا أول حاجة زي ما أنا عملت الفيديو قبل كده، برضو هنمسك العصفور بإيدنا الشمال لأن أنا بشتغل باليد اليمين. هنمسك العصفور بإيدنا الشمال، هنخلي صبع الإبهام دوه طبعا هو ده يعتبر اليمين العصفور، يعتبر بالنسبة للعصفور اللي حطته كده يمينه الجنب ده وشماله الجنب ده زي ما انتم شايفين. فاحنا بنمسك العصفور كده، هنمسكه من راسه ماسكة خفيفة خالص، وبنفتح بوج العصفور، هو بيفتح بوجه طبيعي. هندخل البال في السرنجة زي ما انتم شايفين كده، هندخله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وندخله في الجنب اللي فيه ايه زي ما انتم شايفين. انا حط البلف وحط السرنجه، العصفور ما تأذاش ولا اي حاجه كده، يبقى احنا مكاننا تمام. لو لقينا العصفور هز دماغه وحاول ينطر بتاع، يبقى كده انت في المكان الغلط، وطبعا المجرى التنفس فهيموت منك العصفور. فانت كده قبل ما تعمل اي حاجه تطمن انك انت يا العصفور في المكان، دخل البلف في المكان اللي هو اليمين، يمين العصفور، جنب يمين العصفور، وتتنزل سنه بسنه سنه بسنه سنه بسنه، يعني مش تضغطش قوي. طبعا لما تكون هتوكل العصفور هكلوا العصفور زي الفل ما شاء الله. اللي طبعا لما تيجي انت توكل العصفور في البدايه مش هتدي له كميه كبيره، يعني تدي له تحاول مثلا ايه 2 سم 3 سم. طبعا العصفور السرالي حصلته اضيق شويه من الكوكتيل، فبرضه تقلل الكمية، وفي البداية تدي حاجة بسيطة لغاية ما الحصوة كل مدى ومدى بتحصل لها مرونة وبتطول أو حجمها يكبر، فممكن تزود الكمية. لكن في البداية إن إحنا لازم نعمل إيه؟ في البداية لازم نعمل لازم يعني قصدي ما نكترش للعصفور، يعني ما نملالوش حصلته، لأن حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما امرنا بالاكل قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه صلى الله عليه وسلم. فبرضه احنا نخلي في الحصله فيها كميه للتنفس عشان ما يتعبش العصفور في التنفس، فانا ما نملهاش جو زي المعده. ده خدت بالك ده كوكتيل زي ما انتم شايفينه، وها ما شاء الله ده عصفور روز جرين، يطلع جرين ريد. برضو خدت بالك انا بحب من النوع اللي احب التأكيل اليدوي، من بخلي العصفور بيبقى هادي وطالع ما يعضنيش، وكمان من الناس بتحبه طبعا والاطفال بيحبوا لما كان يكبر يلعبوا معاه، ومن بخلي بدي فرصه للام والاب تعمل تاني، يعني تبيض تاني، يبقى انا استفدت من ناحيتين. برضه زي ما قلت هنمسك العصفور الابهام ده الجنب اليمين للعصفور، هننزل ما ننزلش الجنب الشمال لان الجنب الشمال مجرى التنفس، وننزل فيه بلف البلف او السرنجه زي كده، ننزل في الجنب التنفس دوه العصفور هيموت منك على طول، هيتخنق ويموت. فانت طبعا زي ما انا قلت لك اهم حاجه، لان انا حصلت معايا طبعا في البدايه ومات مني عصفور لان انا طبعا ما عرفتش، كنت لسه بتعلم جديد فما كانش حد بيعلمنا. فاحنا دلوقتي طلع الفيديوهات واليوتيوب والقنوات اللي احنا زي ما كده بنعملها، فهي يعني برضو افادتنا. فهنمسك بسم الله الرحمن الرحيم، برضو هندخل البلف في الجنب اليمين زي ما انتم شايفين كده. العصفور خدت بالك هنستنى عليه شويه نلاقي مفيش منه مشاكل وبيتنفس عادها، هو بعد كده حتى بعد بفتره هيتعود لو كنت ما بياكلش، لكن دول يعني العصفور الروز ده بياكل شويه لوحده دلوقتي بسيبه، فعشان كده لكن لو انت بتوكله على طول هتلاقيه يفتح بقه على طول لوحده ويطير عليك
كمان، بس انا عشان مش فاضي وعشان عندي شغل وكده فما بقدرش، فبسيبه طبعا، بسيب له قدامه اكل فبياكل لوحديه برضه، بجانب ان انا ايه بدر انا العصفور كل بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين برضه، كان السرنجه مليانه، انا قسمت هنا وهنا مفيش غير شويه بسيطه فيها على اساس هي لان هو واكل برضه ايه حبوب، واكل ايه حبوب، يعني انت برضه لما توكل ويكون عصفور مثلا كبر زي كده حط له ميه وحط له حبوب. مثلا جه ظرف طارق وانت تاخرت في شغلك او ما فضيتش ما وكلتوش، ممكن العصفور يبتدي يحاول ياكل لوحده زي ما بياكل العصفور ده، فانت يبقى ايه بريت من ذنبه عشان ما تبقاش ماسك في العصفور، يبقى انت طبعا الذنب عليك. فانا بحط له ميه وبحط له اكل برضه، فعشان كده هو بياكل ايه وحده بعض الفترات زي ما انتم شايفين. وانا عشان صديقنا اللي مشترك في القناه الاستاذ علاء اشرف، علاء الدين اشرف، قال لي اعمل لي على اللي هو عصفور البادج الاسترالي، فانا هجيب له عصفوره او عصفورتين بادج استرالي برضه هوريهم له، فثواني هنجيب له العصفور الاسترالي ونرجع لكم. رجعنا لكم جبنا عصفور استرالي عشان صديقنا العزيز، زي ما انتم شايفين عصفور استرالي بلاك اي لاتيني بلاك اي، هو طبعا بياكل لوحده، ما عنديش انا صغير الصراحه لان انا كل عشان الحر فمش مشغل العصافير فما عنديش صغير، بس انا برضه حبيت اوريله. فطبعا العصفور ايه زي ما انتم شايفين مش هادف ايدنا لانه كبير، فزي ما انتم شايفين برضه زي ما قلنا يا استاذ علاء هنمسك العصفور زي كده بايدنا الشمال وصبعنا الابهام اليمين العصفور، يعتبر هندخل السرنجه البرف العجله دوه زي ما انتم شايفين في الجنب. طبعا هستنى زي ما قلت لك وزي ما قلت والاخوه كلهم هنستنى العصفور زي كده، هنشوفه بيتنفس عادي مفيش مشاكل، هنضغط سنه بسنه، ومن طبعا حصلته مليانه فانا مش هديله حاجه بسيطه خالص لان حصلته مليانه زي ما انتم شايفين العصفور كل وزي الفل اهو. واحنا طبعا زي ما انتم شايفين لو سبناها يطير ما طرش، لان هو برضه خدت بالك ايه ان انا كنت باكله برضه وهو صغير، فالعصافير بتبقى اغلبيتها متعود علينا فما طرش. زي ما انتم شايفين هجيب لكم برضه عصفور تاني عشان نبقى كده خلصنا من موضوع التاكل اليدوي وبكل السبل وكل الطرق. لكم تاني جبنا عصفور لاتينو عن حمرة برضه كبير طبعا زي ما انا بقول لكم، بس انا عشان الاستاذ علاء زي ما انا قلت ادي ايدنا برضه تالت مره نقول او رابع مره هنمسك العصفور، طبعا ده كبير عشان كده بيعض البلف مش زي مثلا العصفور اذا كان صغير، فده طبعا عمال يعضض مش عايز يدخلها في بقه، لكن دخلناها برضه احنا حسب خبرتنا زي ما انتم شايفينها العصفور كويس بيتنفس ما ضخش لغايه لما اطمن على العصفور ان ما قصرش فيه. هننزل سنه بسنه سنه بسنه، طبعا انا مش هكتر له عشان العصفور ده واكل زي ما انتم شايفين كده تمام العصفور. يبقى انا عملت لكم فيديو يعني بالتفصيل الدقيق عن التاكيل اليدوي، يبقى كده باذن الله سبحانه وتعالى اي حد محتاج ان هو ياكل يدوي هيبقى عارف بالتفصيل الممل. وطولنا عليكم وندعو الله ان احنا ربنا يوفقنا لما فيه الخير باذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.